احنا حكينا السيستم، كان عندنا السيستم، حددنا احنا الاوفرشوت. الاوفرشوت قلنا لازم زيتها تكون 0.5 او اكبر من 0.5، لان اذا كانت اقل من 0.5 معناها الاوفرشوت بزيد عن 16.3% اللي كانت. هلا قلنا زيتها 0.5 معناها رح تكون بيتا 60. بيتا 60 اذا لازم يكون عندي الحل يقع على هذا الخط او بده يكون اقل من هذا الخط، يعني الدامبنج بدها تكون اقل من هاي النقطه. اذا هاي المنطقه مسموحه بالنسبه لزيتا وهاي المنطقه ممنوعه بالنسبه لزيتا، فراح اعملها بهشرها انه هاي ممنوعه المنطقه، ما لازم نكون فيها، مسموح لنا نكون في المنطقه هاي هون. بس كمان انا عندي شرط ثاني انه الرايس تايم لازم يكون اقل من قيمه معينه، اذا اوميجا دي بدها تكون اكبر من قيمه معينه، لانه تذكروا الفورمولا بتقول الرايس تايم بيساوي باي ماينس بيتا ان راديانس على اوميجا دي، فالرايس تايم بيساوي شيء على اوميجا دي. اذا الرايس تايم بده يكون اقل من قيمه معينه، اوميجا دي بده تكون اكبر من قيمه معينه، اذا اوميجا دي لازم تكون اكبر من هاي. اذا هذا بيمنعني من المنطقه هاي، كمان بتصير ممنوعه، مضبوط؟ كل هاي كلها ممنوعه بالنسبه لاوميجا دي. وين المنطقه اللي ضلت عندي اللي فيش فيها تهشير؟ هاي المنطقه اللي هون مسموحه بتحقق الشرطين. اول نقطه موجوده هون هي هاي النقطه اللي هي النقطه سي. النقطة A كانت بتحقق شرط الاوفرشوت، هاي تقع على الروت لوكس، لأنه الروت لوكس تذكر إنه بيمشي بهذا الاتجاه وبعدين بيطلع لفوق وبيطلع لفوق بهذا الشكل. أي نقطة بغير P، تغييري لـ P KP أو K بحركني على هذا الروت لوكس، مظبوط؟ بتحرك على الروت لوكس K هيك وبعدين بتحرك هيك، مظبوط؟ ما في أي قيمة لـ K بتمررني بهاي النقطة. قيم K المختلفة بتمررني من هون، هاي K 0، بعدين بوصل هون عند بصير كريتيكلي دامت السيستم، بعدين بصير اندر دامت وبطلع. في قيم لكي بختارها زي ما بدي، بتحقق لي هذول الشروط هون، لكن مشكلتي هاي النقطة بتقع على الروت لوكس بتحقق شرط بس ما بتحقق الشرط الثاني، هاي بتحقق شرط الاوفر شوت بس ما بتحقق شرط الرايس تايم، وهاي بتحقق شرط الرايس تايم بس ما بتحقق شرط الاوفر شوت. المشكلة هلا اللي عندنا انه الروت لوكس ما بمر في النقطة هاي، بدي طريقة معينة اخلي الروت لوكس يمر في النقطة هاي. أحسن طريقة بدي أسحب الروت لوكس لهناك، حتى اسحب الروت لوكس لهناك ايش بدي؟ زيرو. بدي زيرو او زيرو بول، بس مين الاقوى فيهم يكون؟ زيرو. فيا اما بستعمل بي دي، البي دي راح يضيف لي زيرو، او بستعمل ليد كومبنسيتر، والليد كومبنسيتر راح يضيف، يعني هذا ادز زيرو زيرو بول، وهذا الليد كومبنسيتر بضيف زيرو اند بول، بس الزيرو مور دوميننت. ايش يعني مور دوميننت؟ اقرب للاكسس. فيا اما بضيف زيرو سموير هون، بضيف بي دي، واذا ضفت بي دي راح يطلع روت لوكس غريب شوي هلا بنرسمه، او بضيف ليد كومبنسيتر، والليد كومبنسيتر راح يضيف لي زيرو وبول، بس مين راح يكون اقرب للجي اوميجا اكسس؟ الزيرو، اوكي؟ ليفكت. هذا اثره لانه الزيرو مور دوميننت او لانه ضفت زيرو، راح الاقي الروت لوكس كله انحرف لهي الجهه، يعني صار كانه مور ستيبل. لاحظوا اذا ضفت بول راح يصير الروت لوكس ينحرف لهي المنطقه من هون. هلا كقاعده عامه اذا ضفت، اذا عندي هذا السيستم خليني ارسمه بس هون على جنب، راح ارسمه لو ضفت زيرو هون بس زيرو، الروت لوكس راح يتحرك بهذا الشكل، راح هذول ينطلقوا باتجاه بعض، راح يتحركوا بهذا الشكل هيك، بعدين هذا راح يروح هيك وهذا راح يروح هيك، اوكي؟ هذا اذا ضفت بس زيرو وراح يروح هذا لهناك، لكن اذا ضفت زيرو بول مثلا، هلا ممكن اضيف زيرو بول، اسهل طريقه اني اضيف بول يلغي البول اللس دوميننت واضيف زيرو جديد، ايش؟ مش مبين، مش مبين، هذا اللي مش مبين ولا هاد؟ هذا اللي مش مبين، اوكي.